كشيف صغير، طفل بطموح كبير، يدفعني حب الترحال لأجوب سهولا وجبال وأعود بعلم غزير. أنا مستكشف صغير، المستكشف الصغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مع حلقة جديدة من برنامج المستكشف. اليوم كانت لنا رحلة استكشافية جميلة، استكشفنا هواي من الأشياء بهاي الجزيرة، وأكيد ويا صديقي المستكشف. أهلا وسهلا صديقي حسن، شلونك صديقي؟ أهلا وسهلا بك، شلون صحتك؟ الحمد لله، أنت شلونك؟ أهلا وسهلا صديقي حسن. مثل ما تعرف احنا هسه بهذه الجزيرة الجميلة، وان شاء الله حنحقق الكثير من الأسئلة من خلال الاستكشافات اللي سويناها انا وياك. لكن اريد اقول لك فد شغلة، اصدقائنا الاطفال الحلوين، يا ترى هل هم هسه مستعدين للامتحانات؟ امتحانات نهاية السنة هسه حتبلش، منها البكالوريا ومنها الابتدائية ومنها المتوسطة، وهنشوف اليوم منو من أصدقائنا الأطفال الحلوين حصل على العفاء العام. صديقي حسن، تتذكر أول حيوان صادفنا اليوم أنا وياك من نزلنا من القارب؟ إي شفته. شنو كان؟ كان اسمه القنفذ. ها القنفذ، يلا أسمع أنت منك. أشواك بظهرة. أسمع القصة منك. قصة القنفذ وأصدقاء الحيوانات. كان يا مكان في قديم الزمان، كان أكو قنفذ اسمه قنفوذ. قنفوذ كان يحب أصدقائه هواي ويحب يلعب وياهم، بس أصدقائه كانوا يخافون يلعبون وياه، يخافون يشكهم. نعم. بشواكه، يعني مثلا إذا لعب ويا السلحفاة راح يشك إيدها بأشواكه، وإذا لعب ويا الأرنب بالكرة راح يشك الكرة بأشواكه. فقنفوذ من عرف بهذا الشيء قرر أنه يبقى بالبيت منعزل حتى ما يأذي أصدقائه. نعم، وبعدين شنو صار؟ واستمر على هاي الحالة يوميا. أصدقائه عرفوا أنه هو رايح للبيت منعزل وحده حتى ما يأذيهم. أها، وبعدين؟ فاجتمعوا الأصدقاء قرروا أنه يجيبوا له هدية. زين. راحوا لبيته، دقوا الباب، فتح لهم الباب وهو فرحان. الطول هدية، فتح الهدية، شافها مجرد قطعة فلين. هو استغرب ليش أصدقائه جايبين له قطعة فلين. زين. أصدقائه شالوا قطعة الفلين وقاموا يحطوها على أشواكه واحدة واحدة، وقام يلعب وياهم بدون ما يتأذون، لأنه حطوا قطعة الفلين على أشواكه فما راح يتأذون منها. الحكمة من هاي القصة يا أصدقائي أن الصداقة القوية ما تغلبها المشاكل البسيطة. أحسنت يا صديقي حسن على هذه القصة الجميلة، وشنو رأيك لو أنا وياك سوينا الروح؟ الروح لفقرات الأسئلة. أحسنت، وهسه نشوف أصدقائنا الأطفال الحلوين ونشوف أسئلتهم الجميلة. يا ترى الأرقام ستظهر أسفل الشاشة. حسن، ذكرنا بالجائزة، شنو حتكون؟ أصدقائنا راح يتصلون ويحصلون جائزة اللي هي جهاز تابلت. أحسنت. مقدم من قناة كربلاء الفضائية. أها، جميل جميل جدا. زين، ايه ها وينه؟ ها منو فات؟ هذا أرنب. ها أرنب، خاف هم لحقه قنفذ يمكن. ايه يخاف يشكه. اها طيارة. اليوم ما شاء الله، اليوم أرنب وقنفذ وطيارة، يا سلام يا سلام. زين صديقي حسن، الأرقام حتى ظهر أسفل الشاشة. أصدقائنا الأطفال مطلوب منهم أن شنو؟ أنه يتصلون حتى يحصلون على الجائزة. زين، أصدقائنا الأطفال من حيتصلون كم سؤال لكل واحد؟ كل متصل إلى سؤالين، إذا جاوب عليهم يدخل اسمه بالقرعة. أحسنت. والقرعة راح نخلصها بنهاية الحلقة. أقولك راح نعلن عن اسم الفائز. أقولك حسن،
نعم. على طاري اسم الفائز، وين القارب مالتنا؟ القارب؟ يا صديق وين راح؟ زين احنا هسه بهالحالة شلون حنرجع؟ ما عندك قارب غيره؟ ما عندي قارب، يعني حسن اشيل بجيبي قارب مثلا؟ المنطاد جابه. يا سلام يا سلام، شوف شوف يا سلام، شوف شوف شوف، اجانا يعني الحمد لله. انا اول ما حكيت اجانا جتنا الامدادات، شكرا جزيلا. زين اي هسه احنا جاهزين اصدقائنا الاطفال حلوين، وانا ارتاحيت نفسيا لانه اجى القارب بالمنطاد، وهسه نقدر احنا وياكم شو نسوي؟ ناخذ نستلم الاتصالات، ناخذ الاتصالات، خلي تعرف على اصدقائنا ونتناقش وياهم شويه حسن على الامتحانات واستعدادهم للامتحانات. زين ونشوف اصدقائنا حلوين، ونشوف منو اليوم اخذ من ويانا اعفاء عام. زين عندنا اتصال، معك حسن. زيد بن بابل، الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك زيودي؟ الحمد لله. زيد يا صف بالصف السادس ابتدائي. صف السادس الابتدائي، شلون هالامتحانات وياك؟ والله زين الحمد لله. قريت؟ لا والله قاعد راجع. زين شنو اكثر ماده تحبها؟ الرياضيات. الرياضيات يعني ان شاء الله 100؟ زين الحمد لله ان شاء الله. يلا ان شاء الله. جاهز للسؤال؟ نعم. وخلنا نشوف السؤال. نعم نعم، شوف السؤال. والسؤال الأول يقول: ما هو مصدر الغذاء الأساسي للأسود؟ الأعشاب أم الحشرات أم اللحوم؟ الأسود إيش تأكل؟ اللحوم. متأكد؟ متأكد. والإجابة صحيحة. أحسنت أحسنت. خلينا نشوف السؤال الثاني يا صديق المستكشف. السؤال الثاني حيكون وياك حسن أيضا. زين السؤال الثاني يقول: ماذا يسمى ابن الأسد الصغير؟ عجل أم شبل أم ديسم؟ الشبل. متأكد؟ متأكد. وإجابتك راح تكون صحيحة. أحسنت، وتنطبق هذه المقولة اللي تقول هذا الشبل من ذاك الأسد. يلا صديقنا، أصدقائنا الأطفال حلوين، بداية موافقة مع صديقنا، جاوب على الأسئلة وبكل سلاسة. هو شقد قال ماخذ برياضيات حسن؟ ماخذ 100 أكيد إن شاء الله. إذا ماخذ 100 برياضيات أكيد معلوماته قوية حتصير. يعني بين صديقنا شاطر ومتميز، بالإضافة إلى ذلك أن كل أصدقائنا شاطرين ومتميزين، والدليل المتصل الثاني. السلام عليكم. عليكم السلام زهراء، شلونك؟ زين الحمد لله. زهراء يا صف؟ صف السادس ابتدائي. صف السادس ابتدائي، قرأتي للامتحانات لو لا؟ نعم قرأت. مخافة من البكالوريا؟ شوية. زين جاهزة للسؤال؟ جاهزة. خلنا نشوف السؤال. والسؤال يقول: ماذا تسمى أنثى الحصان؟ مهرة أم لبوة أم ناقة؟ ماذا تسمى أنثى الحصان؟ ناقة أم لبوة أم مهرة؟ مهرة. متأكدة؟ متأكدة. خلنا نشوف الإجابة، والإجابة صحيحة. سلت. يلا السؤال الثاني، السؤال الثاني حيكون: ما هو اسم صغير الحصان؟ إذا أصبح بعمر سنتين، يعني هو كل فترة يطوف هذا اسم. الاختيار الأول الجذع، المهر، الحصان. الجذع، المهر، الحصان. الحصان؟ لا، هذا الحصان إذا كان كبير. الجذع. الجذع انثبت؟ انثبت. انثبت؟ أثبت. والإجابة صحيحة. يا صحيح. سلام، أحسنت أحسنت يا صديقنا أحسنت. أنا هسه
كل أصدقائنا الأطفال حلوين قاعد أشوفهم وشكرا جزيلا. يلا هسه شو نسوي؟ اتصال. جعفر من كربلاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك جعفر؟ زين. جعفر يا صف بالروضة. بالروضة. حسن. زين، تقدر تعطينا مشاركة؟ أحسنت أحسنت صديقي جعفر، تقدر تعطينا مشاركة؟ نشيد قرآن. إيش نشيد؟ النور في شفتي تعيش تعيش ونظرتي، وحب معلم رفادي، وحبك يا معلمتي على وطني على عالمي على الدنيا في مدرستي تعيش تعيش ونظرتي. أحسنت أحسنت يا صديقنا، مشاركة جميلة، ونقول لك اطمئن دخل اسمك ويانا وين؟ بالقرآن. أحسنت أحسنت، وانت مؤهل حتى تحصل على الجائزة التابلت إن شاء الله. حظا سعيدا لكل المشتركين. أصدقائنا الأطفال الحلوين، مستمرين وياكم أنا وصديقي حسن، وعدنا صديقنا منه محمد من كربلاء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك محمد؟ الحمد لله. محمد يا صف خامس. صف الخامس؟ نعم. الابتدائي؟ نعم صف الخامس الابتدائي. درجاتك شلونها؟ زينة. متحضر للبكالوريا السنة الجاية؟ اي متحضر. شاطر؟ اي شاطر. درجاتك عالية؟ اي عالية. لحظة خلينا نشوف السؤال، اذا درجاتك عالية يلا خلينا نشوف. والسؤال الأول يقول: أحد هذه الحيوانات يتغذى على الحشرات، الأفعى أم الضفدع أم الفأر؟ أعيد الأجوبة. أحد هذه الحيوانات يتغذى على الحشرات، الأفعى أم الضفدع أم الفأر؟ الفأر. متأكد؟ يعني احنا زين صديقي، بالأفلام كارتون شاف الفار شنو يخلوا له أو شنو يأكل؟ الضفدع. الضفدع. نثبت؟ زين متأكد؟ والإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. زين يا صديقي، شلون يأكل الحشرات؟ عن طريق شنو؟ لسانه. عن طريق لسانه. أحسنت أحسنت يا صديقنا. بلسانه توجد مادة مثل المادة الصمغية، أول ما تلامس الحشرة تلتصق بلسانه ويسحبها إلى فمه. أصدقائنا الأطفال الحلوين، السؤال الثاني يقول أي أحد هذه الحشرات تتغذى على الحشرات، يعني حشرة تأكل حشرة. تأكل حشرة. العنكبوت لو النحل لو الفراشات. العنكبوت. زين شلون يتغذى عليهم؟ يعني شلون الطريقة اللي يمسك بيها؟ ها؟ يعني العنكبوت. شو يسوي؟ من تجي بالشبكة. ها؟ زين شبكة العنكبوت، زين من تجي بيها شنو يصير بيها؟ تلصق. تلصق وين؟ بخيوط العنكبوت. أحسنت، وتجي والإجابة العنكبوت صحيحة ويتغذى عليها. أحسنت والإجابة صحيحة يا صديقنا. احنا دخل اسمك وانا بالقرآن. احنا نريد أصدقائنا الأطفال الحلوين من يجاوبون على السؤال، اللي عنده معلومة تخص السؤال يا ريت لو طلنا اياها أو احنا حنسألك. يلا حسن جاهز على السؤال الآخر؟ أشوف المتصل. زهرة من بابل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الزهرة؟ ضحى. 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 ضحى شلونك؟ ضحى يا صف. ضحى الصف الثالث. صف الثالث. يلا جاهزة؟ زين. ضحى. هي بيا صافية؟ بالثالث. ثالث ابتدائي ولا متوسط؟ ابتدائي. ها ابتدائي. شلونك بالامتحانات؟ جاهزة؟ جاهزة.
خمّة خايفة؟ لا. اها احسنتي. يلا صديقتنا، بما انه هي مسيطرة يا حسن بالامتحانات فاكيد حيكون الاسئلة سهلة بالنسبة لها، وخلينا نشوف صديقتنا ونشوف السؤال الاول. والسؤال الاول يقول: ما هي اصغر جزيرة في العالم؟ الجزيرة العربية ام جزيرة بيشوب ام جزيرة بانكوك؟ ها نساعدك شويه ما يخالف. العربيه. دقيقه، الجزيره العربيه كبيره جدا. ها بيشوب. بيشوب نثبت. ايه تمام نثبت والاجابه صحيحه. احسنتي يا صديقتنا، فعلا اكو جزر او هي جزيرات صغيره وأكو جزر كبيرة جدا، وأكو بعض الجزر هي عبارة عن دولة، مثلا عندكم دولة لا ما أقولها، يعني احتمال موجودة بالسؤال. يلا السؤال الآخر يقول: ما هي أكبر جزيرة بالعالم؟ جزيرة غرينلاند أم جزيرة جينا أم جزيرة فروة؟ ها أكبر جزيرة، جرينلاند، جينا، فروة. جرينلاند. جرينلاند. نعم. الأول. نعم. نثبت. نثبت. نثبت 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 والإجابة صحيحة وهي بالقطب الشمالي. أحسنت يا صديقتنا. نعم تكون دائما ثلجية ومغطى بالثلج. زين. هناك بالهذه الجزر وخصوصا الجزر الثلجية اكو نوعين من الحيوانات يكون هناك وهم دائما الدب يركض وراء، اللي هو شنو؟ اللي هو يصحوله الفقمة. الفقمة هناك دائما موجودة، وهذا الدب القطبي 24 ساعة راكض وراء الفقمة. وايضا الفقمة من موجودة ويشوفها الحوت، اكو حوت يصير لونين اللي هو اسود وابيض، هذا دائما هماتين يركض بالثلوج، ومن يشوف هاي الفخمه يكسر هذه الثلوج حتى تسقط هذه الفخمه وايضا ياكلها. فاذا الفخمه بكل الحالات هي مطارده من قبل الحيتان ومطارده من قبل الدببه. ما حد يعرفها بهذا. اي مو صحيح؟ يلا. ليث من الديوانيه، الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك ليث؟ زين. ليث يصف؟ تمام. صف الثاني، ثاني ابتدائي لو ثاني متوسط؟ ثاني ابتدائي. ثاني ابتدائي. شلونك بالامتحانات، جاهز؟ جاهز. صديقنا ما دام جاهز اتوقع الاسئله حتكون سهله حسن. لا، خلينا نشوف الاسئله. والسؤال الأول يقول: إحدى هذه الدول هي عبارة عن جزيرة أو شبه جزيرة؟ اليابان أم العراق أم ليبيا؟ هذا السؤال اللي تقوله قبل شوية وقلت لكم موجود بالسؤال فما حقوله. ردت تفضحنا. لا حسن جريت يعني أكشف السؤال، يعني ما توصل للفضيحة يا حسن. يلا ها صديقي، أكو دول هي عبارة عن جزر وصار بها زلازل كثيرة. يابان، اليابان، عراق، ليبيا. العراق ام ليبيا؟ اليابان. متاكد؟ متاكد. متاكد يقول. والاجابه احسنت صحيحة. يا صديقي احسنت، اليابان هي عباره عن جزر وهي عباره عن دوله اليابان، لهذا السبب هذه الدول هي كثيره الزلازل. نشوف سؤال اخر يقول: ماذا يحيط بالجزيرة؟ هسه احنا نقول هذه جزيرة، شلون نعرفها جزيرة؟ شنو اللي يحيط دار مدار الجزيرة؟ شنو اللي يحيط؟ ال- ال- البراكين؟ لا هاي ما حصل جزيرة. لو المياه لو الرمال. مياه. متأكد؟ متأكد. والإجابة شنو؟ والإجابة صحيحة. أحسنت يا صديقي، الجزر دخل اسمك وأنا بالقرآن هي عبارة عن
يابسة وتحيط داير ما دايرها شنو؟ المياه، مثل ما احنا موجودين هسه وهاي المياه ورانا. هاي يلا صديقنا حسن. فاطمة من النجف، ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شلونك فاطمة؟ الله يخليكم يحفظكم الله. بأي صف فاطمة؟ فاطمة يا صف. بلي. بأي صف؟ بالأول ابتدائي، بالأول ابتدائي. أول ابتدائي. لا فاطمة، يعني أنت فاطمة ولا أم فاطمة؟ أم فاطمة. يا أهلا فاطمة. وسهلا أم فاطمة، يلا مو مشكلة تشارك يعني. ويانا. بلي. زين فاطمة وينها؟ موجودة بس تستحي تستحي. يعني أنت اليوم حتجاوبين أبو كان فاطمة؟ بالي زين، ولو سلم علينا تقول مرحبا. الله يخليكم الله يخليكم. مرحبا فاطمة. تستحي تستحي تستحي. يلا تمام تمام، احنا حنسأل سؤال وأنت اسأليها. نريد فاطمة تقول لنا من أين نحصل على البيض، وهذا أسهل سؤال. بالي. يلا ها فاطمة. من الدجاجة. من الدجاجة. من الدجاجة، إجابتها صحيحة إذن. والإجابة صحيحة. شكرا دي فاطمة وأم فاطمة، شرفتونا ونورتونا. طبعا واسمها دخل ويانا بالقرعة. نعم أصدقائنا الأطفال، حناخذ فاصل بينما نروح أنا وصديقي حسن ناخذ لنا بعض السندويشات. يلا حسن ناخذ فاصل. خلنا ناخذ فاصل. المستكشف الصغير. السلام عليكم، اهلا بكم يا اصدقائي. راح احكي لكم اليوم عن التمساح. التمساح من اضخم الزواحف، طبعا الزواحف الحيه، وينتمي الى فصيله التمساحيات. اصدقائي، للتمساح جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يعتمد عليه في السباحة، ولديه أسنان حادة يقبض بها على فريسته. وهل تعلمون كم نوعا يوجد من التماسيح؟ أنا سأقول لكم، يوجد 12 نوع من التماسيح. ومن الغريب يا أصدقائي أن التمساح لا يستطيع إخراج لسانه من فمه، ويمكن أن تعيش التماسيح بلا طعام لمدة 3 أشهر، وفي بعض الأحيان تصل إلى 3 سنوات. أصدقائي، تعيش التماسيح في الماء واليابسة، لكنها تكون أكثر مرونة في الماء. يتغذى التمساح على اللحوم ويفترس الضحايا غالبا في الماء. ويا اصدقائي، جلد التمساح عباره عن غطاء حرش فيه سميك يمتاز بقوته. وتضع التماسيح البيض مثل معظم الزواحف، ويشبه بيض التماسيح بيض الدجاج الا انه اكبر منه حجما. شكرا لطيب المشاهده يا احبتي، التقيكم بخير في يوم آخر. إلى اللقاء. المستكشف الصغير. ورجعنا معكم أصدقائي بعد هذا الفاصل، وراح نرجع ويا اتصالاتكم الجميلة. حسن شفت المعلومات عن التمساح؟ اي شفتها. جميلة جدا. اصدقائنا احنا وياكم من الجزيرة ومستمرين وياكم، وحتى شنو نقدم لكم الاسئلة الجميلة اللي من خلال الرحلة الاستكشافية اللي سويناها انا وصديقي حسن بهذه الجزيرة الجميلة. طبعا شفنا الكثير من الحيوانات اللي موجودة هنا، دونا هذه المعلومات انا وصديقي حسن بواسطة الورقة والقلم، وسويناها على شكل اسئلة. اي وسويناها على شكل اسئلة اصدقائنا الاطفال الحلوين، وشنو حتى انتم تتصلون علينا وتجاوبون على هاي الاسئلة ويدخلوا سكم بالقرعة. شنو الجائزة يا حسن؟
جهاز، جهاز تابلت. أحسنت يا صديقنا. ولا كل أصدقائنا الأطفال الحلوين اللي فازوا بالحلقات السابقة، نقول لهم أجهزة التابلت مالتكم موجودة داخل قناة كربلاء الفضائية. إن شاء الله تجون كل يوم من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، ما عدا يوم الجمعة في قناة كربلاء الفضائية في منطقة الإبراهيمية محافظة كربلاء. متفقين؟ ومتفقين. خلينا نشوف اتصال. يلا نشوف اتصال آخر أو أول اتصال. أول اتصال بالجزء الثاني. يلا حسن. الاتصال ويا المستكشف. أيه. يلا اتصال ويا المستكشف. أهلا وسهلا صديقتنا فطومة. أهلا وسهلا صديقتنا. صديقتنا فطومة شنو اسم بابا؟ ها فاطمة شنو اسم بابا؟ ألو فاطمة سمعينا؟ إيه فاطمة عيني نص التلفزيون وسمعينا من التليفون. يلا جاهزة؟ نعم. شنو اسم بابا؟ عامر. شنو؟ فاطمة عامر. فاطمة عامر. أنت بأي صف؟ رابع. صف الرابع. أنت مستعدة للامتحانات؟ نعم مستعدة. ها ايش قد درجاتك؟ اولى. اولى. الاولى حسن يعني عشرات. حسن هذه الاولى يعني حتجاوب على كل الاسئله وبكل سهوله. يلا خلينا نشوف السؤال الاول مع صديقي حسن. والسؤال الاول سيظهر على الشاشه. والسؤال الاول يقول: اكثر شيء يتواجد على سطح الجزيرة هو الأسود أم الديناصورات أم الأشجار؟ ده تشوفين شنو هنا بالجزيرة؟ أكو أسود لو ديناصورات لو أشجار؟ الأشجار. متأكدة؟ تقول إيه متأكدة؟ والإجابة صحيحة. إجابتي صحيحة يا صديقتنا مثل ما تشوفين، إحنا محاطين بالمياه والأشجار. أحسنتي. أما السؤال الثاني يا صديقتنا حيكون: هناك وسيلتين نقل ممكن الوصول بها إلى الجزيرة، يعني شو نستعمل؟ السفينة والطائرة لو السيارة والقطار لو المترو والباصات؟ يعني نوصل من ذيك الغابة إلى هذه الغابة إلى هالجزيرة. هنا وسيلتين السفينة والطائرة. هسه حتفوت من ورانا خلينا نشوفها. خلينا نشوفها شنو حيفوت. السفينة والطائرة. دقيقة هي أتفاتت فينا هذه. هذه الطائرة. إجابتك صحيحة يا صديقتنا ودخل اسمك ويانا يا فطومة بالقرعة. يعني فطومة فعلا تأخذ عشرات. أنا هسه اتأكدت ليش، لأنه إجاباتها كلها صحيحة. رضا من ذي قار. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك رضا؟ زين. رضا يا صف أول ابتدائي. صف الأول ابتدائي. زين. صف الأول شلون؟ أول سنة مدرسة. زين. يعني درجاتك عالية؟ إي. تمام. زين بالمواد كلها؟ إيه. خلاص. جاهز للسؤال؟ امتحنت. شو امتحنت اليوم؟ قراءة. قراءة؟ قراءة. زين وشنو ايش قرأت اليوم؟ كتاب. اي كتاب بالقراءة. شنو كان الموضوع؟ كتاب مكتوب. شو اسمه؟ كتاب مكتوب. كتاب مكتوب. جيد جيد. كتاب مكتوب يعني ما سامع به بس يلا جوز هو شيء جديد. أصدقائنا الأطفال الحلوين مستمرين ويا صديقنا، اليوم امتحان قراءة وامتحان بكتاب مكتوب. أحسنت. خلينا نشوف السؤال. والسؤال الأول يقول: أين تقع جزيرة مالديف؟ شمال قارة آسيا، جنوب قارة آسيا، غرب قارة آسيا؟ بما أنه أنت بعدك صغير بالعمر أنا اللي حساعدك. يلا شوف، هي جزيرة مالديف شمال قارة آسيا، جنوب قارة آسيا، غرب قارة آسيا؟ أسمع منك. ها صديقي. غرب.
جنوب لو شمال لو غرب قارة آسيا؟ جنوب. جنوب الثبت الثبت. إيه. إيه ثبت والإجابة صحيحة. أحسنت يا صديقي. أحسنت. إجابة موافقة. وفاز صديقنا طبعا بالسؤال بدون مساعدة. خلينا نشوف السؤال الآخر. طائر يمتاز برقبة طويلة. البط أم الفلامينغو أم الصقر؟ ليش مو زرافة؟ الزرافة مو طائر. آه صحيح. أحسنت. أي يلا. فلامينغو. انثبت. إيه. أكيد. والإجابة. إجابة صحيحة. أحسنت. طبعاً جت فترة طار فلامينغو إجا للعراق بس بيا محافظة من يتذكر. آه حسن. هالمعلومة جديدة عليا. يعني بالبصرة والأهوار والناصرية. نعم صديق. هنشوف الاتصال. عباس من كربلاء. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونك عباس؟ زين. عباس يا صف؟ خامس. صف الخامس ابتدائي؟ اي نعم. درجاتك عالية؟ يعني نص ونص. نص ونص يعني ايش قد تقريبا؟ بالثماني. بالثماني. لا زين بالثماني حسن. يعني بنهاية السنة سويها بالتسعين ان شاء الله. ان شاء الله. ايه العديدة. ان شاء الله. ايه والسادس بكالوريا هم تستعد له ان شاء الله ذاك اريده بالمية يصير حتى تدخل شنو مدرسة متميزين. يلا صديقنا جاهز؟ ايه جاهز. يلا يقول جاهز حسن. يلا عاد خلينا نشوف السؤال. والسؤال الأول يقول: أحد هذه الحيوانات يمتاز برقبة طويلة، وحيد القرن أم الدب أم الزرافة؟ هالمرة حيوان مو طائر. ها لا. إيه إيه الزرافة. الزرافة؟ نعم الزرافة يقول حسن. متأكد؟ نعم. والإجابة؟ نشوف الإجابة. إجابة صحيحة. حسن أنا التجابر تقول لي طائر فلامينغو. يا شلون؟ مو طائر فلامينغو طائر. مو حيوان. أشوف ذاك السؤال أقول لك زرافة تقول لي مو زرافة. بهذا السؤال أقول لك فلامينغو تقول لي ما فلامينغو. حسن أنت دوختني. إيه مو ذاك السؤال يقول طائر وهذا السؤال يقول حيوان. صحيح صحيح هاي ما انتبهت على هذه. يلا مو مشكلة نشوف السؤال الآخر. يقول لك أحد هذه الحيوانات يغطي جسمه الصوف، هل هي الخراف أم الأبقار أم الماعز؟ الخروف. متأكد؟ نعم. زين هو شنو لون الخروف؟ أبيض. وبعد شنو لون بيه؟ أسود. وبعد شنو لون بيه؟ جوزي. أحسنت. والإجابة؟ إجابة صحيحة. أحسنت يا صديقي. زين هسه إن شاء الله صديقنا فاز ويانا وتأهل إلى وين؟ تأهل ويانا إلى القرعة. مريم من بغداد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك مريم؟ زين الحمد لله. مريم يا صف؟ ثاني صف الثاني. أنا ابتدائي. شو رأيك بالبرنامج؟ زينة. زين البرنامج؟ ما في أي مشكلة؟ لا هي تقول هي زينة. زين. حلو برنامج كلش. آه حلو. جميل. دري ليش؟ لأن أنت أيضاً حلوة كلش. يلا صديقتنا جاهزة؟ زين. أنت هم ما أنت تستفادين من هاي الأسئلة والأجوبة؟ طبعاً. أها أحسنتي. زين هسه عرفتي من هو الحيوان اللي رقبته طويله قبل شوي حكينا عنه؟ زرافه. اه زرافه. زين والطائر اللي رقبته طويله منو كان؟ اللي خربط بي مستكشف. اذا صديقتنا منتبهه صحيح اجاباتها. اذا يا صديقتنا خلينا نشوف السؤال الاول مع صديقنا حسن ونشوف شنو حيكون. خلينا نشوف السؤال. والسؤال الأول يقول: أحد هذه الحيوانات يمتاز بالمكر، النمر
أم الذئب أم الثعلب؟ النمر الماكر لو الذئب الماكر لو الثعلب الماكر؟ ثعلب. متأكدة؟ نعم. إجابتي صحيحة. إجابة صحيحة حسنت يا صديقتنا. وهسه ايش حنسوي؟ رح ناخذ السؤال الثاني مع صديقتنا إن هي شاطرة كلش ومنتبعة لكل الأسئلة. يقول لك على أي حيوان يطلق اسم الكوبرا؟ هل هو الفهد أم الأفعى أم النسر؟ فهد الكوبرا أم أفعى الكوبرا؟ الأفعى أم النسر الكوبرا؟ الأفعى. ها متأكدة؟ نعم. تقول الأفعى وبما أنه هي متأكدة فإذا الإجابة صحيحة. احسنت يا صديقتنا وشكرا جزيلا لان انت متابعه كل اسئلتنا. وهسه حنبلش ويا متصل اخر جديد. يلا. آية من بابل. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلونك آية؟ الحمد لله. آية صف؟ صف الثاني. راح اسالك سؤال. نعم. وين كان أحلى؟ من كنا بالغابة لو من أجينا بالجزيرة؟ لما أجيت بالجزيرة. أها زين. يعني طلع أحلى. زين زين عندي سؤال آخر، تحبين تجين ويانا بالجزيرة؟ نعم. أها ما تخافين من الأسود والحيوانات والأفاعي؟ أنت وياي. إحنا وياك وأنا أخاف، شلون إحنا وياك؟ أنا إذا طلع مثلاً على سبيل المثال أنت ويانا وطلع أسد أنا ترى يعني أتخذ هذا الاتجاه وأعوفك. وأنا أشرد للخيمة. إي أقول لك. يعني شوف مثلاً ذاك القرش. إي هذا القرش باع 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 هذا 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 شوفه. يعني إذا طلع عندنا قرش أنا شو أسوي مثلاً؟ يعني أقدر أنقذ حسن وأقدر أنقذك كل شيء ما أقدر أسويه. كنا نشرد. إي فأنت بهالحالة راح تجين وما تجين؟ لا ما لا 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 تعي 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 أنا علاج إحنا نشاق وياك بالعكس إحنا نحميك. يلا صديقتنا نشوف السؤال. والسؤال الأول يقول يتكاثر طائر النعامة بواسطة الإنجاب أم الإنشطار أم البيض؟ البيض. متأكدة؟ متأكدة؟ نعم. شوف السؤال والإجابة. أحسنتي صحيحة. أحسنتي الإجابة صحيحة يا صديقتنا. وهسه شو نسوي؟ نشوف السؤال الآخر. يقولك أحد هذه الدببة بيلونين، يعني مو هو أكو نوعين، لا هو الحيوان الواحد بيلونين أبيض وأسود، هل هو الدب الباندا أو عفوا القطبي أم الباندا أم الدب البري؟ البري. البري هذا اللي موجود دائما اللي نشوفه بحديقة الحيوان، يا لون يكون أبيض بحديقة الحيوان أبيض اللي دائما نشوفه. البري أسود. البري الجوزي أو الأسود خلينا نقول. القطبي يا لون أبيض. البثلج العادي. الباندا يا لون جوزي. الباندا البان لونين لونين بي 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 لونين لونين أبيض وشنو؟ أسود. أسود وشنو يا جوزي؟ أسود وجوزي. هذا مو باندا هذا هذا مو باندا هذا. ها لا هو ما بنوعيتين. لا لا هو هذا الحيوان هو جسمه بيلون بيلونين. مكتوب بالسؤال اقرأ السؤال. أحد هذه دببة لديه هو جسمه لونين ابيض واسود. الباندا ها مو مشكله. احنا اليوم احنا اليوم نطول وياك. القطبي قلنا ابيض. الدب البري اسود وجوزي على سبيل المثال بنوعين. الباندا صحيح ويتكاثر بالصين. احسنتي يا صديقتنا. هناك محميات كبيره بالصين تحافظ على هذا الحيوان. ليش؟ من الانقراض، لأنه هو مهدد بالانقراض. فبدأت الصين تحافظ على هذا الحيوان وبدأت بالتكاثر. زين اتصال آخر. ملك من كربلاء. ألو السلام عليكم. ألو ملك. ملك انقطع الاتصال للأسف.
نعم أصدقائنا الأطفال الحلوين، حناخذ فاصل صغير أنا وصديقنا حسن وحنرجع لكم من جديد. المستكشف الصغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا صديقكم حسن. مررت بعدة تجارب في حياتي وقد تعلمت منها الكثير، وسأروي لكم إحدى هذه التجارب. في أحد الأيام كنت أركب السيارة مع والدي وكان الجو جميلا جدا. يا أصدقائي كان الهواء ممتعا جدا. وقد فكرت في أن أخرج جسمي من النافذة، فالهواء الذي يلاعب شعري ممتع جدا، وهذا يمنحني الشعور الجميل وكأنني أطير. لكنني تذكرت نصيحة والدي لي عندما قال إن إخراج جسمي من السيارة يعرضني إلى السقوط من السيارة. ارتطمت بالأشجار، يا إلهي! لذلك قررت يا أصدقائي أن أكون داخل السيارة وأفتح النوافذ للاستمتاع بالهواء الذي يلاعب شعري أيضاً من دون أن أتعرض للخطر. وأنتم يا أصدقائي احرصوا على سلامتكم ولا تخرجوا أجسادكم من نوافذ السيارة. دمتم بخير. المستكشف الصغير. رجعنا وياكم أصدقائي بعد هذا الفاصل الجميل. مثل ما انتبهتوا صديقنا حسن إنه من طلع راسه من الجامة انصدم بالأشجار وقع وتكسر. أحسنت يا صديقي حسن، وأني كم مرة أقول لك من صعد للقارب لا تطلع راسك من جامة القارب. بس هو القارب ما بيجام. شون؟ قارب ما بيجام. قارب ما بيجام. حسن. نعم. متشيها يعني قدام الناس تقول قارب ما بيجامه يا سام. اي القارب بيجامه حسن. قارب وين بيجامه حسن؟ كنت تضحك علي؟ لا ما اضحك عليك حسن، انت شلون نقول قارب بيجامه؟ وينك قارب بيجامه؟ يلا متشيها 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 متشيها. يلا أصدقائنا الأطفال الحلوين، مثل ما شفتوا مذكرات حسن أنه شنو طلع راسه من الجامع واصطدم بجذع الشجرة وأصابت عينه وصارت عينه زرقة. نعم يلا خلينا نشوف التصال. اتصال حسن من بغداد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حسن؟ الحمد لله. حسن يا صف خامس. صف الخامس. خامس ابتدائي؟ نعم. حسن جاهز للسؤال؟ نعم جاهز. زين قبل السؤال، انت شنو عاجبك بهذا البرنامج؟ شنو عجبك بيه؟ لفت انتباهك؟ فقرات جميلة جدا. شكرا. والجميل البرنامج حاليا هو انت يا صديقنا حسن ويانا. يلا جاهز للسؤال؟ نعم جاهز. يلا صديقنا نشوف السؤال مع صديقنا حسن. والسؤال الأول يقول: ما هو أصغر طائر في العالم؟ طائر الطنان أم العصفور أم طائر الكناري؟ أصغر طائر الطنان. متأكد؟ نعم. والإجابة
صحيحة. إجابة صحيحة يا صديقي، فعلا أصغر طائر بالعالم هو طائر طنان لصغر حجمه صغير جدا. وهسه حنبلش وياك مع السؤال الثاني ونشوف يا صديقنا. أنا أقول لك، ما هو الحيوان الذي يسير على بطنه؟ الأفعى أم الفقمة أم البطريق؟ وعندك يسير على بطنه. وعندك اختيارين صحيحات. يلا، بس أكو واحد مضبوط 100%. هذا السؤال. شوف، ما هو الحيوان الذي يسير على بطنه؟ الأفعى أم الفقمة أم البطريق؟ البطريق. بس أكو واحد من عندهن الكل يسير على بطنه من بداية للنهاية. الأفعى. الأفعى نثبت؟ نعم. نثبت والإجابة. والإجابة صحيح. صحيحة. أحسنت يا صديقنا، شكرا جزيلا. وهسه شو نسوي؟ نشوف سؤال آخر. أحمد من كربلاء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أحمد؟ بخير. أحمد يا صف؟ رابع. صف الرابع. أحمد، شلون الامتحانات وياك؟ بخير. أنت شو وقت تمتحن أحمد؟ وشو وقت خلصت؟ باكر امتحن. باكر؟ إيه. موفق ان شاء الله يا صديقنا. شنو عندك امتحان باكر؟ باكر؟ اي عربي. عربي، جيد جدا، اكيد انت شاطر بالعربي. وخلنا نشوف السؤال مع صديقنا احمد. والسؤال الاول يقول، حيوان يمتاز بالسرعه، الثعلب ام الفهد ام النعامه؟ سريع. اسرع واحد بهن ذن يا هو الثعلب. الثعلب اسرع من الفهد. الفهد. الفهد جيد. والنعامه يا الاسرع، النعامه لو الفهد؟ الفهد. الفهد. اذا انت مصر على الفهد والاجابه صحيحه. صحيحه. يا صديقي، يعني يا صديقي الثعلب بشنو يمتاز؟ احنا قلنا قبل شويه الثعلب بشنو يمتاز؟ قلنا بالأسئلة كان شنو ميزة الثعلب؟ شي يمتاز بشنو؟ الماكر. الماكر، إجابتك صحيحة. أحسنت يا صديقنا. ونشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول، حيوان عرف بحبه للجزر، يعني بالأفلام الكارتون ويعني بالكتب يقولون هذا الحيوان يحب الجزر، هل هو الأرنب أم البطريق أم الثعلب؟ الأرنب. الأرنب. متأكد؟ متأكد. يقول متأكد ونشوف. والإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة. أحسنت يا صديقنا. دخل اسمك ويانا بالقرعة. نعم، دخل اسمه ويانا بالقرعة يا صديقنا حسن. حسن، هسه شي شنو؟ حنسوي قرعة وحنعرف. راح نعلن عن اسم الفائز. شنو الجائزة؟ جهاز تابلت. أحسنت يا صديقي. يلا يا أصدقائنا، القرعة هسه دي يسووها. الفائزة هي منو حسن؟ من محافظة بابل. آية حسين. ألف مبارك. ألف مبارك لي صديقتنا آية حسين من بابل، فازت ويانا بجهاز تابلت. صديقتنا آية عليش الحضور إلى مقر قناة كربلاء الفضائية في محافظة كربلاء المقدسة منطقة الإبراهيمية من الساعة الثانية، عفوا، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية مساء، ما عدا شنو؟ ما عدا يوم الجمعة. ما عدا يوم الجمعة. والهدف من البرنامج أصدقائنا الأطفال الحلوين أنه نطرح عليكم بعض المعلومات والأسئلة وأنتم تستفادون منها تفيدكم بحياتكم اليومية والعلمية. وإلى هنا شنو يا صديقنا حسن؟ أصدقائي، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، مع أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. مع السلامة. مع السلامة. أنا مستكشف صغير، طفل بطموح كبير، يدفعني حب الترحال لأجوب سهولا وجبال وأعود بعلم غزير. أنا مستكشف.
مستكشف صغير، المستكشف الصغير.